السلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. السيد والي جهاد الدار البيضاء سقاط عامل عمل الدار البيضاء، السيد رئيس جهاد الدار البيضاء سقاط، السيد أميرة القائد الحامية العسكرية للدار البيضاء، السيدة والسادة عمال الإقليمية وعمالة المقاطعات ولاية جهاد الدار البيضاء سقاط، السيدة رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، السيد رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، السيد الوكيل العام للملكة لمحكمة الاستئناف البيضاء، السيد رئيس الأول لمحكمة الاستئناف البيضاء، السيد الوكيل العام للملكة لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، السيد رئيس أول محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، السيد والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية الزجرية والمدنية والتجارية والاجتماعية والإدارية بالدار البيضاء والمحمدية. السيدة والسادة الملكة للمحاكم الابتدائية الزجرية المدنية والتجارية والاجتماعية والإدارية بالدار البيضاء والمحمدية، السادة مدراء رؤساء الهيئات والسلطات القضائية العسكرية والمدنية والإدارية والطبية، السادة خدماء أطر وموظفي الأمن الوطني، أيها الحضور الكريم، كما جرت العادة تحتفل ولاية الدار البيضاء بالذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للتذكير بالمصاري الإصلاحي المبني على احترام القانون وحقوق الإنسان وجعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد أهم أسس الحكامة الأمنية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني. إنما وصلت إليه هذه المؤسسة الأمنية من إشعاع دولي راجع بالأساس إلى انخراطها الجاد والفعلي في ورش الإصلاح المرفق العام الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خلال عيد العصر سنة 2023، وحرصها على تخليق الحياة المهنية لأطر موظف المدير العام للأمن الوطني وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتمكينهم من ظروف ارتفاق مثلى عبر تيسير المساطر الإدارية وإحداث وتأهيل الميليات الشرطية وتكوين وتقدير العنصر البشري الذي يعد حجر الأساس في المنظومة الأمنية الحديثة. أيتها السيدات والسادة، في مجال محاربة الجريمة واصلت المناطق والمصالح الأمنية التابعة لولاية الأمن الدار البيضاء تنفيذ الاستراتيجية العامة المرحلية للمدير العام للأمن الوطني بناء على ما تم تصويره خلال الاجتماع الأخير السنوي الذي ترأسه السيد المدير العام للأمن الوطني الذي تم خلاله تحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية في مجال الجريمة في مجال محاربة الجريمة والتي يمكن إجمال محاوريها كما يلي: الانخراط الكلي في الجهود الخاصة في مكافحة الجريمة والتطرف وتمويله، بناء عناية خاصة لمحاربة الجرائم السيبرانية، محاربة التجارة في المخدرات والمؤثرات العقلية، إعطاء الأولوية لإيقاف المستهدفين المتورطين في جرائم الماسة في الأشخاص والممتلكات، وتقوية الشعور بالأمن لدى المواطنين، معالجة الشكايات وتظلمات المواطنين داخل آجال معقولة، رفع مؤشر استجداد الحقيقة، تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث، مضاعفة الجهود المبذولة في مجال حماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المسنين، تطوير وتأهيل البنيات التحتية. أيها السيدات والسادة، المحافظة على النظام والأمن العمومي في إطار التفاعل الإيجابي مع المواطنين يتم تمكينهم من التواصل مع مصالحنا بشكل دائم عبر منصة الخط 19، سواء تعلق الأمر بنداءات الاستغاثة أو بالتبليغ عن بعض الجرائم أو المخالفات أو حوادث السير، كما يتم إلى أهمية خاصة لتأمين المؤسسات التعليمية ومجتمع مختلف التجمعات السكنية لتدعيم الشعور بالأمن. وضمن الأوراق العديدة التي تشهدها مدينة الدار البيضاء، فإن مصالح شرطة المرور تعكف على مواكبة مختلف التنقلات الحضرية لتقوم من جهة بضمان سلامة حركة المرور، من جهة ثانية زجر المخالف مدونة السير خاصة الذين يقومون بالسياقة الاستعراضية الخطيرة وسائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات المتهورين. وكذلك في إطار مواجهة التهديدات الإرهابية تقوم مصالحنا
لتغطية مختلف النواحي الحساسة والحيوية ونشر دوريات القارة والمتحركة بمحيطها، مع الحرص على تأمين مختلف الأفواج السياحية التي تزور المدينة، وذلك للحيلول دون المساس بالنظام العام والزجر الفوري للمشتبه فيه. أيها الحضور الكريم، حرصا على احترام القوانين المنظمة للأماكن العمومية وعلاوة على المراقبات الروتينية اليومية، تفاعلت مصالح الأمن مع مجموعة من الشكايات الساكنة في مواجهة مسير عدد من الأماكن العمومية، وتم التنسيق مع المصالح الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم في مواجهتها. كما استقبلت مكاتب الأجانب بولاية أنظار الله العديد من طلبات سوية الوضعية المقدمة من مواطنين قادمين من بعض دول إفريقيا، جنوب الصحراء ومن الشرق الأوسط. أيها السيدات والسادة، بالنسبة للنقط الحدودية، لحظة، المعابر الحدودية باهتمام خاص من قبل مصالحنا المختصة التي تسعى بشكل متواصل إلى تأمينها ومواكبة مختلف تنقلات الأشخاص والبضائع للحيلولة دون مرور الأشخاص المتواجدين وزجر مختلف أنواع الجرائم التي تسجل في هذه النقط، كالتجار الدولي في المخدرات وتهريب العملة والمنقولات ذات القيمة الفنية والأثرية وتزوير المتاحف. أيتها السيدات والسادة، في إطار التنسيق وتنفيذ تعليمات النيابة العامة وخلال الاجتماعات الدورية التي تقوى مع بعض الأطر التابعة للمدير العام للأمن الوطني، تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الآلية قصد تسريع المساطر والبت في الشكايات داخل آجال معقولة دون المس بجودة الأبحاث والتحريات، حيث تم إنجاز العديد من القضايا في هذا الإطار. أيتها السيدات والسادة، إن التعاون المثمر والسلس مع كافة الشركاء والمساهمين في تجويد المنتوج الأمني رافقه تحديث وسائل اللوجستية وتطوير الأدوات التقنية والعلمية، مع تعزيز الموارد البشرية بدءاً بتعزيز أسطول المدير العام للأمن الوطني بمركبات حديثة تحمل الهوية البصرية الجديدة للأمن الوطني. استفادت فيها العديد من المصالح العاملة ميدانياً، مروراً بتطوير البرمجيات المعلوماتية من قبل تقنيين تابعين للمدير العام للأمن الوطني، ووصولاً إلى استقبال أحدث وسائل التقنية والعلمية المعتمدة في مجال مسرح الجريمة. أيتها السيدات والسادة، إن تطوير البرمجيات المعلومية مكن من تسريع وتحديث إنتاج بعض المتاحف الإدارية، كما عزز من وسائل المراقبة وتتبع أعمال مردودية المصالح الأمنية من قبل المسؤولين المحليين والمركزيين. كذلك شرعت هذه المناطق الأمنية في العمل بآلية طفلي مختفي المتعلقة بالإنذار المبكر والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها، كما يستمر استغلال نظام كاميرات المراقبة الحضرية في تنظيم حركة المرور وتنظيم الأعمال النظامية وحل مجموعة من القضايا واتقتها عدسات هذه الكاميرات الماضية لكافة مكونات المجتمع المدني قصد التحلي بالجدية والحزم. وأدعو جميع موظفي هذه الولاية لانخراط هذه الدعوة، كما أهم سائر الموظفين وأطر هذه الولاية أن يواصلوا العطاء والتميز المشكورين على كل ما قدموه خلال هذه السنة الأمنية الفارقة، قصد حصد المزيد من النجاحات والمنجزات في ظل القيادة الحكيمة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. وبهذه المناسبة أتشرف أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة موظفي ولاية أنظار البيضاء برفع آية الولاء والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله. توشت أبوناو فلاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.